اللاتيه بتاع القرع العسلي او البامكن لاتيه، هم عارفينه وبيحبوه جدا، فاحنا هنعمله النهارده في البيت بمكونات بسيطه جدا جدا جدا. عندي لبن حليب، وعندي اسبريسو قهوه، وعندي قرع عسلي مسلوق ومهروس، وسكر وفانيليا، ودول بهارات القرع. عباره عن ايه بهارات القرع؟ احنا عملناها مع بعض اكتر من مره. عباره عن قرفه، جوزة الطيب، قرنفل، جنزبيل، اربع حاجات بيتخلطوا مع بعض بالتساوي، والقرنفل ممكن هو اللي نقلله شوية عنهم علشان بيطلع قوي قوي زيادة عن اللزوم. السكر هنا حسب الرغبة، وممكن تستبدلوه بعسل برضو كالعادة. هاخد هنا اللبن، هحط عليه الاسبريسو، كل واحد برضو يحط الكمية اللي هو معتاد عليها، في ناس بتحبها دبل، في ناس بتحبها سنجل، زي ما انتوا عايزين. وبعدين انزل عليهم بهارات القرع، الفانيليا، السكر حسب الرغبة، والبيوريه او القرع المهروس. ممكن بقى بعد ما تخلصوا الوصفة دي تصفوها للناس اللي مش عايزة تحس بالقطع بتاعة القرع جوه المشروب، ممكن نصفيها ونقدمها متصفية، مفيش مشكلة خالص، براحتكم. عشان قطع القرع دي ما تطلعش معانا في القهوة. طبعا لو انا هسيبها، احب يبقى فيه قطع كده ويبقى فيه تفاوت في القوام بتاع القهوة، لكن عشان يبقى زي اللي بتجيبوه من بره بالظبط احنا هنصفيه. خدنا الفايدة وخدنا الطعم، نصفي بقى ونقدم على هذا الأساس.